خلينا ناخد معاك النهارده موضوع حلقتنا اللي كان بيتكلم التعديلات المتوقعه من مستر روي فيتوريا بعد التعادل امام موزمبيق بامم افريقيا. ان شاء الله بالنسبه لنا خلال مباراه غانا اللي جايه. لمياء حسن صباح بتصبح عليكي، بتقول التعديلات هي عمر كمال يبدا مكان هاني واحمد فتوح يبدا مكان محمد حمدي وبالتوفيق لمنتخبنا. يمكن زي ما انت قلت. يوسف الفتياني نصبح عليكي، بيقول التبديلات المتوقعه عمر كمال وبرده مكان محمد هاني وعمر مرموش مكان تريزيجيه وفتوح مكان محمد حمدي.